أنا كنت في معرض الكتاب اللي قبل ثورة 25 يناير. قبل ثورة 25 يناير كنت في معرض الكتاب. فلقيت كتاب مكتوب عليه ووتر، كتاب طبي. كم صفحة؟ 2000 صفحة. عارفين 2000 صفحة يعني إيه؟ 2000 صفحة. وبكام؟ ب $800. وقفت بقى يعني شدني جدا، ووتر ميه فشدني جدا، وقعدت حرب بين الشهوة العلمية والشهوة المادية. غلبت الشهوة العلمية واشتريته. قعدت 6 شهور أقرأ فيه. الكتاب بيتكلم على ايه؟ هقوله لكم باختصار شديد جدا وبسهولة شديدة جدا. كوباية الشاي اللي قدامي دي فيها سكر وانا مستطعمها وجميلة جدا جدا، صح؟ جه حد فيكو وانا مش عاجبه وعايز يغلس عليا، راح حاطط لي مية عليه، اجي اشربه الاقيه ماسخ، صح معايا؟ ماسخ ليه؟ هو انا شلت السكر منه؟ انا ما شلتش السكر، انا حطيت مية. اذا عملت ظاهرة كلكم طبعا عارفين اسمها تخفيف، خففته بدل السكر ما بقى تركيز وكذا، لا زودت عليه مية فبقى ماسخ. موافقين؟ فاهمين دي كويس؟ فاذا اضافة الماء الى اي مادة تخففها. طب ما الجسم كده، طب ما الجسم كده، هاكل كوباية مية هتنزل في الامعاء هتخش على الدم تخففه، مت، هموت، كوباية مية تموت واحد فعلا. لماذا؟ لأنها خففت كل حاجة. السكر اتخف، الملح اتخف، البوتاسيوم اتخف، ايه امسك المواد دي كلها، ما انا حاطط عليه مية، صح؟ طب ربنا بيقول واجعلنا من الماء كل شيء حي لا يتعارض، انما المية تموت. فسبحانك الله، ربنا عمل 4 أعضاء في الجسم. أول ما يشوفوا المية يطردوها. الكبد، الكلى، القلب، المخ. أول ما يشوف المية مع السلامة. تخرج فين؟ يا إما بول، يا إما عرق، يا إما في البراز، يا إما في النفس. بيطلع بخار مية، لما تجيب إزازة وتعمل كده هتلاقي عليها مية يطلع منك. 4 أجزاء في الجسم يطردوا المية الزيادة. اذا لما اقول كلمة دلوقتي كلكم توافقوا عليه، كمية المية اللي في الجسم ثابتة مهما عملت. مش رمضان جاي اشرب 10 لتر في السحور هتعطش قبل المغرب. لماذا؟ هيخرجوا، ما يقعدون، لو قعدوا الكام لتر دول يموتوك، لان هذه المية بتخش على الدم تخففه تنتهي. تعالى بنقول احنا 4 أعضاء مسؤولين عن هذا. اللي عنده القلب مورم، رجليه مورمة، اللي له قريب مريض قلب رجله قد كده. لماذا؟ مش عارف يخرج المي، لان القلب احد الاعضاء الـ4 اللي هي تطرد المي. اللي عنده كلى مورم وبنغسله غسيل كلوي، ليه؟ عشان نشيل المية فقط، عشان نشيل له المية من جسمه. اللي عنده الكبد عنده استسقاء، اي واحد له قريب عنده تلاقي بطنه قد كده مليانه ميه، ليه؟ مش عارف يخرج. وفي جزء في المخ مسؤول عن طرد الميه. فهذا هو الايه؟ الكتاب كل الـ2000 صفحة بتدور حول هذا الكلام. دور القلب ازاي؟ دور الكبد ازاي؟ بيعمل ايه؟ دور الكلى؟ دور المخ؟ كتاب صعب جدا جدا، خلصته في 3 4 أشهر. انا ما بخلص كتاب وفهمته بقوم اسجد لله شكر ان اداني هذا العقل. ده مش صناعتي، العقل ده مش شطارتك، اوعى تفتكر ان انت بشطارتك بتفهم. هو فسجدت لله شكر، وكان المغرب بيدا، نزلت اصلي المغرب، اقسم برب الكعبه لقيت الامام بيقول الكتاب كله في 4 كلمات، ورب الكعبة بيقول الكتاب كله الـ2000 صفحة في 4 كلمات، وانا واقف دموعي نزلت قلت سبحانك الله. تعالوا يا علمانيين بصوا على الكلام ده.
وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. مش هتعرف تخزن الماي لأن أنا عامل لك الأسلوب اللي ما تخزنش بيه الماي. قلت سبحانك الله،